السلام عليكم، تحياتي جميع الخوت وخواتات مع عند موتو ستريت. نتمنى لكم الخير، نتمنى تكونوا في صحة جيدة ونهاركم مبروك. بخصوص هذا الفيديو هذه كما كتشوفوا هنا كاينه ريمكو فيتشير 2022، غادي نهضروا عليه شويه، ولكن الموضوع ديالنا هو الدراري ما كيردوش البال واحد القضيه بزاف. الاغلبيه كيشري موتور بزاف لي مارك، كيشري كل واش كيشري، يعني بزاف الاذواق تختلف ولا تناقش، كل فاش كيرتاح في شي موديل كيشري، الله يسهل عليه فيه، يكفيه شره ويرزقه خيره. ولكن الملاحظه انه اللي ما كيردوش لها البال اخوان تقريبا الاغلبيه كيشري موتور بالثمن وما كيردش البال لواحد اهم حاجه هي ان كاينه فئه اللي كتشري موتور ديريكت كتشري مع القفل، كيشري قفل ديما كيسورة موتورو، واغلبيه كيشري الموتور ما كيشري لا قفل لا لارم لا حتى شي حاجه. هذه نصيحه الخوت، حيت علاش الاغلبيه كيدير هذا اللوكاج هذا بحال هكا صافي عند بالو راه الموتور راه مسورت، الموتور هكا راه ما كيكونش مسورت الاخوان، حيت هذا اللوكاج هذا كيف ما كان النوع ديال اللوكاج، سواء ديال الاس اش هوندا ولا تي ماكس ولا الاكسا دي في ولا حتى لي موطور كبار، راه اللوكاج ديالهم ما كيكونش 100% كيكون حامل لك الموتور انه ما يتعرضش للسرقه. الاهم الحوايج الخوت، ديما نصيحه مني، فاش تشري شي موتور اما خذ قفل كيف ما كان، يكون مهم كاليتي زوينه، كاين قفوله عند دروغريا عند مولي البياس عند كلشي، القفل يكون وتصوره الموتور من الرويضه اللورانيه ويدور عليها على المقص ويبان موتور يبان فورسي مسورت، اون فوا كيشوف الواحد كيعطي اتساع ما كيقربش ليه. وثاني حل الخوت هو ان الالارم، تاخذ لي الارم سواء اي ماركه تكون ماركه زوينه فيها فيزيبل، ما تكونش واخا تصوطا كي تصوطا الفيزيبل كتبدل الفيزيبل، المهم باش ما نديروش الاشاره الماركات. جبت جوج لي مارك، كاينه هذه وكاينه هذه وكاينه الهوندا. هاد النقطه الخوت الاخوان، جميع الدراجات الاغلبيه وسيرتو لي فيتاس الماطر، لي فيتاس اللي كيكونوا معرضين للسرقه بزاف، كيجيو عندي الدراري انا شحال الحالات شفتهم كيبقى فيه الحال، وحق الله العلي العظيم اللي كيبقى فيه الحال. الانسان تياخذ موتور باش يمشي يخدم به يترزق به الله، وكتلقى عنده وليدات ولا الله بادي وكيكرموه في موتور، وكيجي تشوف كتقول الله يحسن العوان، علاش الانسان تيكون سيسها ولكن ما فيها باس انك تشري موتور شريتيه بالثمن مليون و20 مليون 30 مليون و10 الاف ريال، شري اخويا القفل ولا تشري سلسله ديال المترو اللي كتباع المترو، كاع سلسله كتباع مترو جوج درهم مترو ولا 3 درهم مترو، وتاخذ لها قفل مزيان وديرو، ولا تاخذ بحال هذا كاين ديال 80 ديال 70 على حساب الطول ديالو. واللي كيبغي يزيد يتهلا في الموتور يدير ليه سيستم الارم ويدير ليه جي بي اس، حتى هو راه كاين جي بي اس رخيص راه غادي نجيبو لكم وراه كاين في الاسواق موجود. ندوزو للموضوع الخوت، مهم هنا اتفقنا على القضيه، الانسان كيف ما كان في اي بلاصه شري شي موتور فيتاس دير ليه القفل ولا السلسله، ضروري ضروري ما خصك تنساه. بخصوص ريمكو فيتشير، الدراري اللي تواصلوا معايا على قبل البانيو اللي فيها البانيو كنبغيو نهزو فيها الشغل والسلعه، وهذه راه من الفئه اللي صدقات الصراحه في المغرب هي ريمكو فيتشير في البانيو. بالنسبه للبانيو ديالها راه ما شاء الله، هنا دايرين لك بور ديال الشارج فين كتشارجي، فيها لي زاموتيسور هيدروليك ماشي موتيسورات ديكور، ديكور هذا ماشي ديكور، هذه لي زاموتيسور هيدروليك. الحاجه اللي صراحه انا عجبتني في ريمكو فيتشير انها ما كتحشمنيش مع الكليان، الكليان اللي كيجي البياس اللي كيبغيه كيحتاجو كيلقاه، جميع الاكسسوارات ديالها كنعيط الشركه كيجيبوه ليا كنعطيه للكليان كيقضي الغرض، كل شيء موجود مع ريمكو فيتشير. مهم بالنسبه للاكسسوار ديالك كامل ديسپونيبل، اي حاجه كيبغيها الكليان كيجي كيلقى، لا بالنسبه للكاريناج لا بالنسبه للسينيالات الرويد لي زاموتيسور الشاكمه ديالها كلشي. والصراحه فيها ماكينه دوبل امبرياج 49 سي سي، فيها رويد تيبليس موتور زعما بعقلو مجموع فيه جميع الحوايج، الصافه كيسافروا به الدراري كيخدموا به. اللي سولوني على البانيو كبيره كاينه ريمبو فيتشر هي اللي عندي ديسپونيبل، والصراحه راه دابا تقريبا عامين ملي دخلت وانا خدام فيها، ما فيهاش الروتور ما فيهاش المشاكل الصراحه، وغنبقى ديما نخدم عليها هي والاس اش ديال ريمكو وجميع الموديلات ان شاء الله. ونتمنى لكم الخير ومرحبا بكم الخوت. بالنسبه لوكاليزاسيون ديال المحل، شارع الفيده درب سلطان ملاصق مع قصريه محمد المنجره، مرحبا بكم الخوت ونهاركم مبروك والسلام عليكم، تلاقوا في فيديوهات جايين ان شاء الله.